أخبار اليوم. أنا معلش أنا إيه هقول نظرة عامة وبعد كده يمكن الأخ مصطفى يخش في التفاصيل. أنا شايف من وجهة نظري إن اللي حصل في 25 يناير كده اللي حصل في 30 يناير أنا شايف إنها ملهاش يعني ثورة اجتماعية قبل ما تكون ثورة سياسية. والشعب كان في خلل اجتماعي حصل في البلد دي وأصبح غير مقبول، وعلى هذا الأساس الشعب انفجر في 25 يناير. وبعد ما انفجر في 25 يناير للأسف كانت القوى السياسية والحالة السياسية مش على مستوى ولا على قد قدر انفجار هذا الشعب. متخيلة القوى السياسية الموجودة كلها إنها هتقدر تروض هذا لمصلحتها. وحصل اختلافات ومواءمات واتفاقات ومهم في الاخر انتهى الوضع ان الاخوان حاجه من البلد وان دي مجلس اخواني اللي خلى الشعب وطبعا وجه بعد كده رئيس اخواني يعني شيء ليس له علاقه بالثوره الاجتماعيه اللي حصلت في 25 يناير قبل ما تكون ثوره سياسيه. وعشان كده الشعب طبعا صار تاني في 30 يناير وكان الشعب سابق جميع القوى السياسية جميع الأحزاب وتجاوزهم كلهم. كان عشان كده في الآخر شعبت في حركة التمرد لأن ما لقاش حاجة ممكن تاخد بإيده في الفترة دي إلى خلص من حكم الإخوان وأزاحه وهزم مرسي ووصلنا لما بعد 30 يناير. ومن بعد 30 يناير أنا شايف إن الشعب صحي جدا وفي حالة وطنية جدا اللي خلت الشعب استدعى الفريق أول وقتها السيسي استدعاه على أساس إنه يجي يقدم منصب رئيس الجمهورية وأخذ هذا الإجماع الكاسح. الشعب كان واعي جدا لموضوع الدستور وشاف إن الدستور ده فعلا أول مرة شاف فيه دستور بيعبر عن كل القوى السياسية، أنا مش كل القوى السياسية، بعبر كل فئات المجتمع. من كل واحد لقى نفسه في المسيحي، لقى نفسه في الخليل العام، لا كل الناس لقت نفسها في بابي وسينا، كل لقت نفسها في بابي. فعلشان كده يعني أنا موضوع التحالف أنا شايف إن الشعب سائل فقد الثقة في السلفية القديمة، احنا عايزين شيء جديد، شيء جديد، شيء جديد في كل شيء.